سياسة تعاقد، سياسة طبقية، سياسة طفوية. هذا طبق تعويض عن الأخطاء المهنية، سياسة طفوية، هدفها ضرب الطالب والملف المطلوبي، معركة نضالية والمحاصيل الشرعي، تنسيقية وطنية، مؤسسة قانونية لخاطر أنها تحمي المواطن من الأول، يعني تحمي مهنة من الإنتحالات، وخلاص كنقولوا عليهم اللي هم قادرين يتبعوا، تحمي المهنة من ناحية حنا. أيوة المواطن أمل 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 جينا باش نجسدوا هذه المسيره اللي هي على ضوء الشموع للتعبير عن غضبنا ورفضنا التال من هذه السياسه التمييزيه التي كتمارسها الوزاره من طرفها، وكنتمناو بطريقه الوزاره انه الوزاره تبقى هذه السياسه لا 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 لا